ما منعك عن العمل في الدنيا، اعمل، اعمل في الورشة، اشتغل في السيارات، اعمل في المزرعة، لكن لا تلهيك عن طاعة الله، لا تلهيك عن طاعة الله، لأن طاعة الله هي الأساس. ما هي فوائد التقوى؟ فوائد التقوى إخوان، اقرأ سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا كنت في مشكلة ومصيبة وأنت متق لله، ربنا يجعل لك مخرج، ربنا يجعل لك مخرج من هذه المصائب إذا كنت منفذ أوامر الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أمورك تتساهل وتيسر. ومن يتق الله، أربعة أمور كلها في سورة الطلاق، اقرأ. فوائد التقوى، فوائد التقوى يا إخوان عظيمة. فكن مع الله ما دام أنه هو مالك الملك وأنه على كل شيء قدير. ما هو الذي يمنعك؟ ما هو الذي يمنعك من تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه؟ ما أحد يمنعك أبدا. تعملها في الليل، في النهار، تقوم آخر الليل، تتهجد، من الذي ما يمنعك إلا الكسل والشيطان. فاقهر الشيطان، اقهر عدوك الشيطان بكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء، فإن الدعاء عظيم يا إخوان، الدعاء عبادة. ابتعدوا عن الشرك، ابتعدوا عن الوسائل المثبطة، ابتعدوا عن الكسل في عبادة الله. وديننا دين الإسلام، ما منعك عن العمل في الدنيا، اعمل، اعمل في الورشة، اشتغل في السيارات، اعمل في المزرعة، لكن لا تلهيك عن طاعة الله، لا تلهيك عن طاعة الله، لأن طاعة الله هي الأساس. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة وزينة تنتهي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ طاعة الله عز وجل، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قلها وافهم معناها.